فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بحكم تمثيل الخلفاء الراشدين. تمثيل، لا مني. الأفضل والأحسن عدم تمثيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإحنا عندنا قرار هنا هو منع التمثيل للخلفاء الراشدين والعشر المبشرين الجنة، ممنوع حرام. بس في ضرورة اللي هي الدولة الشيعية بتمثلهم؟ لا، إحنا الآخرين يعني لا نتقيد بحلالهم أو حرامهم، لكن هنا الدولة منعت التمثيل بالعشر المبشرين الجنة. إحنا أتمنى أنا لو يمنع الجميع، أتمنى، لكن أنا لا يطاع لقصد الأمر. عوام المسلمين السنه بيتاثروا بالتمثيليات على حسب الدوله الشيعيه، فيعني كان واجب انه يكون فيه. يا ابن الله يكرمك، احنا انت عارف اشخاص الصحابه في قلوبنا، لما تشوف واحد ممثل يشرب الخمر في تمثيليه ويزني في تمثيليه ويعمل اعمال سيئه في تمثيليه ثم الصوف يمثل ابو بكر وعمر، ماذا يكون؟ لا يا ابن، لا، هذه يصعب تحقيق هذا الكلام، يصعب تحقيق هذا الكلام. احنا عندنا ممثلين مثل عمر بن عبد العزيز ومثل مش عارف مين ومين، ومع ذلك تجده يعني هايس كده. لا يا ابني، لا يا ابني، لا. الله الله على الأزهر، الله 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 أكبر من الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها. الله الله ما رايحين على مسلمين يبعد سلامي في كلمتين، يا هلا الله مش سلي بس الطيبين ودي ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله أصغر العلماء بفرده المتشابه.